بيرنيشيس انيميا كاركترستيك تايب اوف ميجابلاستيك انيميا، نوع مميز من انواع الميجابلاستيك انيميا اسمه بيرنيشيس انيميا. ليه؟ لان السبب بتاعه مميز. السبب بتاعه وجود اوتو انتي بودز. الاوتو انتي بودز ديت اجينست البرايتال سيلز اوف ذا ستومك او اجينست الانترنسيك فاكتور. نتيجه لكده البي 12 مش هيلاقي الانترنسيك فاكتور، فبالتالي هيبقى في ديكريزد في الابزوربشن اوف ذا بي 12، نقص في الامتصاص بتاع البي 12 من التيرمينال اليوم نتيجه نقص الانترنسيك فاكتور. It is a special type of megaloblastic anemia. ومرة أخرى بركز على أنها سببها أوتو أنتيبوتس. أوتو أجينست يا إما البرايتال سيل أو ذا ستومك يا إما الانترنسيك فاكتور